بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب السابع من الكتاب 37، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام. طبعا ده بيرد على مذهب الأحناف ان الخمر اللي هي من عصير النبيذ بس، النبيذ العنب بس، ده الخمر اللي فيه الحد، واي مسكر اخر غير اللي من عصير العنب يبقى فيه التعزير وليس فيه الحد. ده عند مين؟ الاحناف. ولكن ايه هنا بيرد على الاحناف ان كل مسكر اسمه خمر وكل خمر حرام وكله فيه الحد، فهمت بقى؟ وده الراجح اللي عند الجمهور. إسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 29 بعد 305,000، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، والبتع نبيذ العنب، النبيذ العسل، البتع نبيذ العسل، يعني كانوا يخلطوا العسل ببعض الماء ويتركوه كده في بعض الاواني مدة لحد ما يتخمر ويبقى ايه نوع من الخمر يشربوه، سموه البتع. فقال كل شراب اسكر فهو حرام، يعني ان اسكر يبقى حرام، لو شربته على طول قبل ما يتسكر او يتخمر جائز. كل شراب اسكر فهو حرام، يبقى العلة السكر، علة التحريم السكر. وحيثما وجدت العلة وجد الحكم، وجدت علة السكر وجد الحكم اللي هو الحرام، واضح؟ وعن أبي قال وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة حال قال وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح حال قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد، وليس في حديث سفيان وصالح سئل عن البتع، وهو في حديث معمر وفي حديث صالح أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شراب مسكر حرام، بغض النظر عن البتع وغيره، يعني هو سمع دي بس. يبقى بعض الروايات لم يذكر فيها البتع وذكر فيها الحكم. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لقتيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن، واحد يأخذ جنوب اليمن قاضي والتاني يأخذ شمال اليمن قاضي، طيب. فقلت يا رسول الله إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير، وشراب يقال له البتع من العسل، فقال كل مسكر حرام. وعن أبي والمزر ده شراب يخمر ويصنع من الشعير أو من الحنطة أو من الذرة، كويس، الحنطة عن القمح يعني، أو من الأرز،
اي حاجه من دي تعملها وتخمرها ولو شربتها تسكر بكثرها يبقى كلها حرام، قليل ما اسكر كثيره فقليله حرام. واضح؟ وعن ابي قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمعه من سعيد بن ابي برده عن ابي عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا الى اليمن فقال لهما بشرا ويسرا وعلما ولا تنفرا، واراه قال وتطاوعا، يعني ما تختلفوش. قال فلما ولى رجع ابو موسى فقال يا رسول الله ان لهم شرابا من ابو موسى لا اصلا من اليمن، فعارف طبيعه اهلها فافتكر الموضوع ده فرجع للنبي ثاني قال له ايه، بيسالوا على الموضوع ده على الشراب اللي بيشربوه هناك. فقال يا رسول الله ان لهم شرابا من العسل يطبخ حتى يعقد والمزر يصنع من الشعير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما اسكر عن الصلاه فهو حرام. وعن ابي قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن احمد بن ابي خلف واللفظ لابن ابي خلف قال حدثنا زكريا بن علي قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمرو عن زيد بن ابي انيسه عن سعيد بن ابي برده قال حدثنا ابو برده عن ابيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذا الى اليمن فقال ادعوا الناس وبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا. قال فقلت يا رسول الله افتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن، البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، يشتد يعني يسكر يعني يتخمر يعني، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد يعني يبقى له زبد كده ورغاوي يعني، خد بالك يعني يتفاعل يعني يتخمر يعني. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه، فقال أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة. وريحهم بقى يعملوا أي شراب من أي نوع بقى ويخترعوا أي حاجة ملناش دعوة طالما بتسكر، وده من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قدم من جيشانا وجيشانا من اليمن فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر، يبقى من الذرة مش الشعيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسكر هو؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، إن الله عز وجل عهدا إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال، يعني اللي يشرب المسكر ويموت عليها بدون ما يتوب ربنا يسقيه ايه؟ من طينة الخبال في جهنم وهي عصارة أهل النار، نسأل الله السلام. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. وعن أبي قال حدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة، يعني ولو دخل الجنة يعني لم يشربها في الآخرة، يعني حتى لو آل به بعد الحساب إلى الجنة يحرم من إيه؟ من خمر الجنة طالما مات وهو مدمن للخمر ولم يتب منها. واضح؟ ومعلوم أن خمر الجنة لذة ما بعدها لذة، فيبقى كأنه حتى دخوله للجنة لذته ناقصة، تفضل إيه لذته ناقصة ليست كاملة. وعن أبي قال يبقى احنا عرفنا عقوبة شارب الخمر ان مات مدمنا عليها انه يشرب ايه؟ من طينة الخبال، وانه لو دخل الجنة ما يشربش كمان من خمر الجنة. فهمت بقى؟ عقوبتين اهو، ربنا ينجينا. وعن أبي قال
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن إسحاق كلاهما عن روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وعن أبي قال وحدثنا صالح بن مسمار السلمي قال حدثنا معن قال حدثنا عبد العزيز ابن المطلب عن موسى بن عقبة بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها بمنعه إياها في الآخرة. كأن ده الباب ده تحصيل حاصل لأنه ذكره قبل كده بس هو يريد أن يؤكد عليه، فهمت؟ وفي فائدة أخرى أنه يجيب لك الحديث يجعله شاهد وليس تابع فيقويه، لأن معلوم أن الحديث الشاهد اللي هو أول حديث في الباب أقوى الأسانيد، وما يأتي بعده يسمى إيه توابع، والتابع قد يكون في الإسناد أقل شوية والكل صحيح. فهو أراد أنه يعمل لك باب فاصل عشان يحول الحديث من تابع إلى شاهد، فهم؟ بالرغم أنه تحصيل حاصل لكن هو أراد أنه هو إيه يعمل فاصل باب عشان يحول الحديث الذي يأتي من تابع إلى شاهد، والشاهد أقوى من التابع، فهم؟ في التصنيف مهم. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال من شرب الخمر في الدنيا فلم يتب منها حرمها في الآخرة فلم يسقها. قيل لمالك رفعه قال نعم، يعني رفعه للنبي يعني قال نعم، لأن الحديث هنا عن ابن عمر قال يعني موقوف على ابن عمر. فهم سألوا سيدنا الإمام مالك قالوا رفعه يعني رفعه للنبي قال قال نعم. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب، يعني إلا أن يتوب قبل أن يموت. وعن أبي قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام يعني ابن سليمان المخزومي عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله. باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا، زي اللي بنشربه بننقع التمر في المية وإيه ونيجي على المغرب نشربه، أو ده نبيذ لم يشتد يعني لم يتخمر يبقى نشربه عادي مفيش حاجة طالما إيه لم يتخمر. كان أيام النبي يخليه أكتر حاجة 3 أيام، بعد 3 أيام يرميه ما يقدرش يشربه بعد 3 أيام، لأن كان بيئة حارة، بيئة حارة، فلو مكث عنده 3 أيام فأكثر يغلب عليه تغير الطعم اللي هي بداية الإسكار. فكان النبي إذا زرع 3 أيام النبيذ عنده يرميه ما يقدرش يشربه صلى الله عليه وسلم. إحنا دلوقتي بنحط في التلاجة ما عندناش إشكال، بس التلاجة بتاعتنا دلوقتي زي الكهرباء تقطع ناخد بالنا برضه، يبقى ايه اعمل كميه بسيطه بكميه بسيطه ليه علشان ما تخشش في الاشكال. وعن ابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن يحيى بن عبيد ابي عمر البهراني قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له اول الليل فيشربه اذا اصبح يومه، يعني في خلال 12 ساعة يعني يومه ذلك والليلة التي تجيء يبقى 24 ساعة من الليل لليل والغدا. الله دخلنا هو 12 ساعة كمان على 24 يبقى 36 ساعة، والليلة الأخرى الله دخلنا في 48 ساعة،
والغدا الى العصر. يبقى دخلنا في حوالي 3 ايام، يعني حوالي 60 او 70 ساعه. اكتر من كده بقى خلاص. فهمت بقى؟ فان بقي شيء سقاه الخادمه او امر به فصبه. يسقي القادم بقى علشان قبل ما يتغير. طب يعني محدش هيشربه بقى والخادم شبعان يروح يرميه عشان محدش يشربه بعد كده لحسن ايه؟ يكون تغير. مش معنى كده يسقي الخادم وهو بيسكر يعني، ما يحرم على السيد يحرم على الخادم ايضا. فاهم؟ وعن ابي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن يحيى البهراني قال ذكروا النبيذ عند ابن عباس رضي الله عنهما فقال كان رسول صلى الله عليه وسلم ينتبذ له في سقاء قال شعبة من ليلة الاثنين فيشرب يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر فإن فضل منه شيء سقاه الخادم أو صبه. يبقى هنا كأنها يوم ونص يعني، يبقى في الأيام شديدة الحرارة يوم ونص والأيام اللي الحرارة معتدلة 3 أيام للجمع بينهم لأن حرارة الجو تتفاوت. يبقى في الشتاء 3 ايام وفي الصيف يوم ونص، تمشي الامور كده. وعن ابي قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب واسحاق بن ابراهيم واللفظ لابي بكر وابي كريب قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغدا وبعد الغد الى مساء الثالثه ثم يامر به فيسقى او يهرى او يهراق. يهراق يعني يسقى. وعن ابي قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن الاعمش عن يحيى ابي عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبل له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغدا وبعد الغد فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فإن فضل شيء أهرقه يعني أراقه يعني سكبه يعني صبه يعني رماه. بنقول مرادفات كتيرة ليه؟ لأن في بعض غير العرب دي يبقى مش عارف المعنى إلا مرادف واحد. فلما تقول له بقى مرادفات كتيرة يفهم بقى. اختار له واحد وفهم. وعن أبي قال وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن علي قال حدثنا عبيد الله عن زيد عن يحيى أبي عمر النخعي قال سأل قوم ابن عباس عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها فقال أمسلمون أنتم؟ قالوا نعم. قال فإنه لا يصلح بيعها ولا شراؤها ولا التجارة فيها. قال فسألوه عن النبيذ فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ثم رجع وقد نبذ ناس من أصحابه في حناتم ونقير ودباء أنواع الإيه؟ الأنية اللي احنا اتكلمنا عليها بالأمس. فأمر به فأهريق ثم أمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء فجعل من الليل فأصبح فشرب منه يومه ذلك وليلته المستقبلة ومن الغد حتى أمس فشرب وسقى فلما أصبح أمر بما بقي منه فأهريق. وعن أبي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا القاسم يعني ابن الفضل الحداني قال حدثنا ثمامة يعني ابن حزن القشيري قال لقيت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن النبيذ فدعت عائشة جارية حبشية فقالت سل هذه فإنها كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت الحبشية كنت أنبذ له في سقاء من الليل وأوكيه أوكيه يعني أربطه وأعلقه فإذا أصبح شرب منه. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس عن الحسن عن أمه حسن البصري عن أمه اللي هي خيرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى أعلاه يوكى أعلاه يعني يربط أعلاه وله عزلاء فم القربة من أسفل يعني ننبذه غدوة فيشربه عشاء وننبذه
ننبذه وننبذه عشاء فيشربه غدوة. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عرسه، فكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس. قال سهل تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور، والتور قلنا إناء من حجارة أو معدن، إناء صغير، فلما أكل سقته إياه. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهلا يقول أتى أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقل فلما أكل سقته إياه. وعن أبي قال وحدثني محمد بن سهل التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد يعني أبا غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد بهذا الحديث، وقال في تور من حجارة، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته يعني حللته بالماء فسقته تخصه بذلك، يعني زودت له شوية مية على إيه؟ على التمر اللي موجود وكان منقوع في قليل من الماء، أماثته يعني حللته بالماء وعنه أبي قال حدثني محمد بن سهل التميمي وأبو بكر بن إسحاق قال أبو بكر أخبرنا، وقال ابن سهل حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد وابن مطرف أبو غسان قال أخبرني أبو حازم عن سهل بن سعد قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، يعني ذكر امرأة من العرب إنها امرأة جميلة ذات حسب وجمال ومنصب، فالنبي كان يحب يتزوج مثل هؤلاء النساء حتى يدخل السرور على زعماء قبيلتها فيقوموا يدخلوا في الإسلام تطيبا لخاطرهم. ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها، فأرسل إليها. يقال إن إحدى الزوجات ربما تبقى ستنا عائشة عرفت إن النبي ربما يتجوزها ولا حاجة، فراحت دخلت عليها قبل ما تقابل النبي، قالت لها لما يدخل عليك النبي يقول أعوذ بالله منك، علشان يعني هو بيحب كده، فراحت هي عملت أعوذ بالله منك، فالنبي سابها ما رضاش يتجوزها. قالت لقد عزت بك ايه بعظيم وايه ولم يتزوج. يقال ذلك في السيرة يعني، لكن في الاحاديث الصحيحة ما فيش الزيادة دي، لكن في السيرة يقال ذلك تفاصيل. قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فامر ابا اسيد ان يرسل اليها، فارسل اليها فقدمت فنزلت في اجم بني ساعدة، الاجم اللي هو الحصن، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها، فلما كلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك، قال قد أعذتك مني، فقالوا لها أتدرين من هذا؟ فقالت لا، فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءك ليخطبك، قالت أنا كنت أشقى من ذلك، يعني ندمت. قال سعد فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه، ثم قال اسقنا لسهل، قال فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه، وسهل كان محتفظ به بعد وفاة النبي، قال لهم شوفوا أخرجت القدح ده بقى أسقيتهم فيه. قال أبو حازم فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا فيه تبركا، يبقى الصحابة بتتبرك أهو بآثار النبي خلافا للوهابية، لأن الصحابة لم يكونوا وهابية يعني على مذهبهم، يعني كانوا مذهبهم يتبركوا بآثار النبي، وكانوا حتى يأخذوا عرق النبي يطيبوا به عرقه، وكانوا أحيانا يتسابقوا على بقايا وضوء النبي يمسحوا بوجوههم، كانت عادة الصحابة كده. فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا فيه، قال ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز فوهبه له، وفي رواية أبي بكر بن إسحاق قال اسقنا يا سهل. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب
قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدحي هذا الشراب كله، العسل والنبيذ والماء واللبن. ونقف على باب جواز شرب اللبن غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.